ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة؟ وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟ تأخير الصلاة له أسباب في السفر والحضر. للحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد، فيشتد مثلا فيهم مطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يأخذوا صلاة المسجد، أخروا عليه المطر، أو لمرض أصابهم فأخروا، أو ما أشبه ذلك، أو لانتظار الجماعة العشاء من كان إذا حضروا عجلها، وإذا تأخروا أخر على صلاة العشاء، إذا أخروا على حضور الباقين، أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لأن تتعطل الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفرض ليس له أن يؤخر، بل عليه يبادر ويسارع الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير، بل عليه المبادرة والمسارعة إلى الصلاة في الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر. وقال المسلم رضي الله عنه: لقد رأيتنا ومن يتخلف عنه إلا منافق معلوم من نفاق. ولبس هذا له لعنة عليه الصلاة والسلام، قال: ليس لي قائد إلا يوم السنفاني بالرخصة فنصلي في بيتي. فهل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. فلم يرخص الأعمى الذي ليس له قائد بالملائكة، بل أمره أن يحضر الجماعة ويؤدي صلاة الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فقدم طعامه أو حضر طعامه يبدأ به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة من حضر الطعام. فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة. لكن لا يتخذ هذا عادة، إذا جاوبت الصلاة قال عفونا، لا، هذا لا يجوز. لكن لو قدر انه صادف ان قدم الطعام ثم اذن المؤذن فانه يبدا بقدر الطعام المقدم، اما اتخاذه عاده فهذا معناه انه اراد بذلك تعطيل الجماعه، هذا لا يجوز، هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام او جاء الطعام مقدم فهذا يبدا